بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باشمهندس محمد مجدي، إنشاءات هندسة عين شمس. حابب أبدأ معاكم بإذن الله كورس خرسانة لطلبة تانية مدني. أولا الكورس ده أنا بعتبره إن أنا هوضح فيه كونسبت أكتر ما أنا هوضح فيه حل أو طريقة حل مسائل. فأنا شايف إن الكورس ده مهم جدا عشان الناس بس تفهم يعني ايه خرسانة. طبعا الناس طالعة من اولى مدني، الناس الكبيرة عنها قالت او كلموها ان هم لازم تاخد كورس خرسانة يا باشمهندس، ده الخرسانة دي صعبة جدا، دي مادة كبيرة. طبعا كلموكوا على الامتحان، بقى يقولك الامتحان 3 ساعات وانت ما بتقدرش تخلص الامتحان ده في الوقت، وما بتقدرش تخلص نصه على الاقل. طبعا كلام كتير جدا بيتقال على المادة دي وانها كبيرة جدا وضخمة وهكذا. مفيش شك خالص ان المادة مهمة، وهي دي اللي بتميزك، او هي دي اللي بتخليك اصلا تعتبر نفسك خلاص بدأت بقى انت باشمهندس، خلاص بقى انت بتفهم يعني ايه منشآت حواليك، المنشآت اللي انت ماشي في الشارع بتشوفها قدامك معظمها طبعا تبقى خرسانة، فاكيد الفضول بتاعك واخدك ان انت طيب المنشآت دي معمولة ازاي وهكذا. فانا هبدأ معاك الكورس من البداية خالص، وبإذن الله نخلصه مع بعض ونوصل ان احنا نبقى ماشيين في الشارع كده فاهمين المباني اللي قدامنا دي عبارة عن ايه، مكوناتها ايه وهكذا. طيب هل انا يا باشمهندس هفهم الكورس ده مجرد فهم بس؟ يعني انا مش هعرف احل مسائل؟ يعني انا مش هفهم؟ اولا لو حضرت كورس، حضرت محاضرات وسكاشن، مش هعرف احل مثلا الشتات؟ مش هعرف احل الامتحانات؟ لا، هي المادة سهلة مش صعبة زي ما الناس بتقول. الكورس ده اللي انا بقدمه لك هو كورس للفهم، يعني حضرتك تبقى قاعد في المحاضرة بتسمع الكلام من الدكتور، قاعد في السكشن بتسمع كلام تاني من المعيد، وبتروح تحل الشيت بتاعك. بالاضافة الى الكورس ده تسمع الفيديو عن التوبيك اللي انت عايز تفهمه، ان شاء الله تلم اكتر من 90% من التوبك اللي انت عايزه. يبقى اللي انا بشرحه مش حل ايه، مش حل مسائل، لا. يعني انت لو فاكر طبعا كورس استراكشر اولى مدني، انا كنت بقعد احل معاك مسائل، بمسك المساله احلها من اولها لاخرها، طبعا عشان ده استراكشر، هو اصلا الاستراكشر يعني حل. انما الخرسانه لو انت بقيت فاهمها كويس جدا، بقيت فاهم الكونسبت بتاعها، ده انا بحله ليه، وده انا بعمله ليه، والخطوه دي انا بعملها ليه وهكذا، هتحس ان انت مش بتقدر، مش بتحل الشيت وانت متقدر وقرفان، مش بتحل الامتحان وانت قرفان، مش فاهم حاجه، انت بتحل الخطوات وخلاص. لا انا مش عايزك كده، هو ده هدف الكورس ده اللي انا ببدأه معاك النهارده. طيب الكورس ده هيغنيك ان انت تاخد كورس بره؟ انا بقول لك المفروض يغنيك. انا واحد من الناس ما كنتش باخد كورس مع اي حد في الخرسانه، والحمد لله في تانية مدني جايب امتياز خرسانة بفضل ربنا طبعا. طيب عملت ايه انا في تانية او في مادة الخرسانة بالذات؟ مفيش، كنت بفتح ملازم مع نفسي، طبعا بيبقى مجهود كبير شوية لان انك بتفتح الملازم دي لاول مرة، بتفهم المادة مع نفسك، بحضر محاضرات، بحضر سكاشن، بحل شتات. بس كمان كان في كذا حد بيساعدني من الناس اللي كانت في الكورسات، تقريبا كانوا زي ما تقول كده بيعيدوا لي الكلام اللي هو كان بيتقال فين في الكورس. طيب انا بقول لك انا طيب جمعت لك شويه حاجات هشرح لك عليها كونسبت، يعني تقريبا 90% من اللي هيتقال في الكورس بره هتلاقيه في الايه، في الكورس ده اللي انا بشرحه لك، تمام. طيب عشان بس الناس تبقى فاهمه معايا، الكورس ده موجه لمين؟ لطلبه اولى مدني اللي هي طالعه الحمد لله الى ثانيه مدني، واي حد عايز يفهم خرسانه حتى لو هو حتى مش مدني، عايز يفهم خرسانه من اولها خالص، من صفر خرسانه لغايه ان شاء الله تكون فاهم كل اليمنت، تبقى فاهمه كويس، يقدر يسمع معاك الكورس ده. طيب خلينا نعرف كده ايه محتويات الكورس اللي انا ايه هشرحه لك. اول حاجه ببدا معاك بقول لك ايه اليونتس اللي انت هتقابلها في منهج الخرسانه بتاعك.
ايه اليونس دي؟ فاكر كده زمان شويه لما كنت قاعد اقول لك الكتله بتتقاس بالكيلو جرام او بالجرام او بالطن، والاطوال بتتقاس بالمتر والسنتي. طب يا باشمهندس احنا عارفين الكلام ده، انت جاي تشرح لي الكلام ده دلوقتي؟ لا انا مش هشرح الكلام ده طبعا، انا هقول لك بس ايه اليونتس سريعا كده، ايه اليونتس اللي هتقابلك في المنهج بتاعك. في يونتس شويه هتبقى جديده عليك وفي يونتس انت عارفها طبعا، بس ايه بفتح لك دماغك عشان تبقى عارف ايه اليونتس اللي هتشوفها بعد كده وتبقى ايه الكلام بالنسبه لك مش جديد. تمام؟ فده اول حاجه كده سريعا هبداها معاك هي اليونتس. طيب بعد كده بشرح لك الكونكريت ماتيريال، الخرسانه نفسها كماتيريال ايه، عايز اعرف عنها ايه كذا حاجه ان شاء الله. ايه تابع معايا وهتعرف. بعد كده ببدا معاك في رقم 3 الاركتكتشر اند ستراكشرال دروينجز، كل الرسومات الايه المعماريه والانشائيه. انت راجل طبعا في مدني، هدفك في الاخر تطلع ايه، تطلع انشائي. هو المهندس المدني دايما ايه بيطلع انشائي طبعا، لو دخلت انشاءات في رابعه، لو دخلت اشغال دي حاجه تانية طبعا، ما بنتكلمش عليها دلوقتي. دلوقتي انا في مدني راجل بعمل لوح انشائيه، راجل بعمل لوح بتتنفذ في الواقع، باخد اللوح بتاعت المعماري احولها لانشائي تمام، واديها للمقاول ينفذها. طيب طبعا الكلام ده ايه مبدئي، انا لسه ما دخلتش في اي حاجه، ما بتكلمش بالتفصيل عن اي حاجه دلوقتي، انا بتكلم بس عن ايه محتويات المنهج. طيب بعد كده هخش معاك بقى انترودكشن كده سريعه للديزاين، يعني ايه ديزاين وبعمل ايه عشان اعمل ديزاين، هتفهم الكلام ده قدام. بعد كده هخش معاك باللود ديستريبيوشن تمام كده، بتاعت البلاطات سلابس، تعود بقى على كلمه سلاب يعني بلاطه، البلاطه اللي انت ماشي عليها تبقى واقف عليها كده، دي اسمها ايه سقف او بلاطه او سلاب تمام. طيب بعد كده بقى بخش على موضوع الكاميرات بيمز، الرسم ال 3 دي اللي قدامك دي كده بتوضح ايه، بتوضح كاميرا، ده شكل كاميرا خلاص، ده طبعا تسليح اللي جواها. البيمز هي اكتر حاجه هنتكلم عليها في الترم الاول عندك، الكاميرات هو اكبر موضوع هنتكلم عنه في ايه، في منهج الترم الاول في خرسانه في ثانيه مدى. هنتكلم بقى حاجه اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام، طبعا انت عارف يعني ايه بيندنج مومنت دياجرام من الاستراكشر. هتعرف بعد كده حاجه اسمها البيهيفير بتاعت الكاميرا اندر البيندنج مومنت، يعني حاله الكاميرا دي تحت تاثير البيندنج مومنت بتاعها هيبقى عامل ازاي. بعد كده نخش بقى في الميثودز اوف ديزاين فيرست برنسبلز، وبعد كده حاجه اسمها الشارتس تمام كده، وعايزين بقى نفهم بعد كده، فاكر كده الشير اللي احنا كنا بنرسمه في الاستراكشر، عايزين نعرف بقى الشير ده يعني ايه شير ويعني ايه تورشن بالنسبه للخرسانه. بعد كده نخش بقى ان احنا ازاي نعمل تفاصيل تسليح للكاميرات اللي انت شايفه قدامك ده، ديتيلز اوف رينفورسمنت اوف بيمز خلاص. بعد كده بقى حاجه اسمها شيك ديفليكشن، ده هنعرفها بعدين. بعد كده هنخش في الكولمز، الاعمده، الاعمده هتبدا فيها بقى نعمل ديزاين سيكشنز، وهنعرف يعني ايه شورت ولونج كولمز، اعمده قصيره واعمده طويله. وبعد كده نخش في حاجه اسمها التايز، التايز اللي هو الايه العنصر او الممبر اللي عليه تنشن، طبعا تاي يعني ايه، يعني هو اصلا لينك ممبر عليه ايه، عليه تنشن، تنشن فورس، عكسه بيبقى ايه اللي عليه ايه كومبريشن تمام. بعد كده هنخش في حاجه اسمها الانتراكشن دياجرام، هنعرف يعني ايه انتراكشن دياجرام. اخر حاجه في السنه ثانيه مدني في الخرسانه، طبعا الكلام ده في الترم الثاني، هندرس حاجه اسمها الايه الفريمز، طبعا انت عارف يعني ايه فريم من الاستراكشر، بس انت طبعا هنا في الفريم في الخرسانه انت بتسلح وبتعمل ديزاين وبترسم، هنعرف ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل. يبقى ده كده سريعا محتويات المنهج بتاعك اللي انا ان شاء الله هشرحها في الكورس بتاعي. سريعا كده هفكرك، انا مش بشرح مسائل وخطوات حل مسائل، بس طبعا هتطرق شويه اليها في بعض الاحيان، بس انا هدفي في الكورس ده ايه، ان انا اشرح لك كونسبت تبقى راجل فاهم يعني ايه خرسانه، يعني ايه كل خطوه بعملها وبعملها ليه عشان احصل على ايه في الاخر. راجل بيفهم خرسانه مش راجل بيحل خرسانه.
خلاص كده. هنبدأ سريعا كده دلوقتي باليونتس عشان هي صغيرة، فهنقفل فيها الفيديو ده اللي هو يعتبر انترودكشن كده سريع للكورس بتاعنا. اليونتس انا بقول لك انت هتقابل في الخرسانة كذا حاجة. اول حاجة اسمها اللودز، الاحمال. الاحمال عندك احنا قلنا ايه؟ زي الكتل كده بالظبط، بتتقاس بايه بقى؟ بالجرام، الكيلوجرام، النيوتن اللي هي الان دي نيوتن، والكيلو نيوتن، وحاجه اسمها ايه؟ الطن. تمام؟ دي كده كل دي وحدات قياس الايه؟ اللودز اللي هتقابلك في الخرسانه كتير. بعد كده الارياز، المساحات هتقابلها بقى ايه؟ ملي متر سكوير، سنتيمتر سكوير، متر سكوير. ده كده ايه؟ الحاجات اللي انت بتستخدمها في الاريا في الخرسانه. طيب بعد كده حاجه اسمها الاستريسز. طبعا احنا عارفين بقى الاستريس يعني ايه؟ في اخر درس خالص في الاستراكشر في اولى مدني كنت بشرح لك يعني ايه نورمال ستريس، وقلت لك يعني ايه ستريسز. هي بتتقاس بايه بقى؟ باي حاجه للود على اي حاجه للاريا. يعني شوف كده، هات اي حاجه للود هنا اقسمها على اي واحده من دول تبقى ستريس. يبقى الاستريس هو في الاخر ايه؟ لود على اريا. فمثلا نيوتن على الملي متر سكوير، ده اكتر حاجه هتقابلها في الخرسانه عندك، اكتر يونت. ودي بيبقى فيها ايه؟ حاجه اسمها ميجا باسكال، ام بي اي دي، اختصار لايه؟ ميجا باسكال. دي برضو ايه؟ دي برضو وحده قياس ستريس، هتقابلها كتير جدا. النيوتن على الملي متر سكوير اللي بيبقى فيها ميجا باسكال دي هتقابلها كتير. تاني حاجه برضو هتقابلها اللي هي الكيلو جرام على السنتيمتر سكوير، يبقى دي وحده قياس ايه؟ ستريس. طيب بعد كده الديستريبيوتد لود، فاكر بقى الديستريبيوتد لود اللي هو كنت بقول لك ايه؟ طن على المتر رن، او كيلو نيوتن على المتر ايه؟ رن، اللي هي الشرطه اللي فوق الام دي، يعني متر طولي، متر طولي. هنفهم الكلام ده قدام، او انت برضو تكون عندك سابق علم بالكلام ده في الاستراكشر بتاع اولى مدني. طيب كويس. بعد كده البندنج مومنت، طبعا انت عارف المومنت عباره عن ايه؟ العزم، عباره عن مسافه او قوه في مسافه، قوه في ايه؟ في مسافه. فايه؟ اي حاجه لللود مضروبه، اللي هي الدوت دي مضروبه في اي حاجه للايه؟ للمسافه، متر بقى او سنتيمتر او ملي ايا يكن. كويس. طبعا انا محتاج اقول لك التحويلات، ترانسفورميشنز، عايز احول بين حاجه لحاجه. طب دي مهمه يا باشمهندس بالنسبه لي؟ اه مهمه. لو جه المساله بتاعتك فيها كذا يونت، مديك مثلا كاميرا عليها ديستريبيوت لود طن على متر رن مثلا، ومديك المسافات بتاعت الكاميرا مثلا بالسنتي. طبعا ايه؟ ده مثال. طيب انا هل ينفع اشتغل الوحدات مش زي بعضها واشتغل مساله عادي؟ لا، لازم احول واحده للثانيه وهكذا. فابسط حاجه لازم تكون عارفها الوحدات دي، حافظها انت عارفها كده في دماغك، عشان في دماغك كده لو عايز تحول تحول بسرعه من غير طبعا ايه؟ الا حاسبها. تمام. بقول لك ان الكيلو جرام هو ايه؟ 1000 جرام، معروف كيلو اي حاجه بيساوي 1000 من الحاجه دي. كويس. النيوتن بيساوي ايه؟ 10 كيلو جرام. على اساس ايه؟ على اساس ان الماس في الجرافيتيشنال اكسلريشن بيساوي الفورس، مش الفورس دي اصلا بتقاس بالنيوتن، والجرافيتيشنال اكسلريشن اللي هي الجي، والماس اللي هي الام، ام في جي بيساوي ايه؟ بيساوي الفورس. فالنيوتن بتساوي الماس خلاص في جرافيتيشنال اكسلريشن. انا بقول لك خدها دايما الجي ب 10، حوار ال 9.81 وال 9.8 بس والكلام ده انساه شويه، خلاص هي ب 10. طيب كويس. بعد كده الطن بيساوي ايه؟ 1000 كيلو جرام. طبعا دي تحولات بسيطه انت عارفها بس انا بفكرك بيها. طيب كده اول فيديو اللي هو مجرد انترودكشن سريع بحكي لك بسرعه كده المحتويات بتاعت المنهج خلص. المره الجايه ان شاء الله هبدا بالكونكريت از ماتيريال، بقى بتكلم على الماتيريال نفسها، عايز اعرف عنها ايه وايه اللي يهمني بالظبط فيها. طبعا ده ايه؟ كونسبت ممكن ما يتشرحش في محاضرات، ممكن ما يتشرحش في سكاشن، بس انا يهمني تكون عارفه. اول حاجه في المنهج عندك بتبدا هو الاركتكشر اند ستراكشر درونز، يقول لك بقى ارسم لي، خد الشيت ده وحل لي الشيت ده وفي مش عارف كام لوحه. ده ما يهمنيش، انا هشرحها لك طبعا، بس انا يهمني تكون فاهم. خلاص يا رب الكورس ده يفيدنا. طبعا الكلام ده كله تبع مين؟ تبع صفحه لينجت،
طبعا انت عارفين كويس قوي الصفحه دي هدفها ايه. الصفحه دي هدفها ان انت ان احنا نوصل علم مجانا، فيا ريت تنشر العلم ده معانا. احنا بنقدم لك حاجه بالصدفه وصلت لك، ربنا اراد ان هي توصل لك، يا ريت انت تساعدنا كمان ان هي توصل لناس تانية ممكن تكون محتاجه الكورس ده. تابعونا على الشانل على اليوتيوب، يا ريت تخش تعملوا سبسكرايب من دلوقتي عشان الفيديوهات كل ما تنزل تكون انت بتوصل لك على طول ايه نوتيفيكيشنز على الموبايل او حاجه ان في فيديو نزل. طبعا الفيديو ان شاء الله مش هيزيد عن ايه تلت ساعه، مش حابب ان انا ازوده عن كده عشان طبعا عارف الناس بتمل وهي بتتفرج على الفيديو يعني. فانا مش عايز الناس تمل، انا عايز الناس تكون يعني حاسه ان انا بفيدها فتشوف الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.